أنا الفدائي رجب إبراهيم عبد العزيز إسماعيل من مواليد إسكندرية، وبتشرف إن أنا كنت بطل من أبطال أكتوبر وعبرنا قناة السويس. طبعاً عملنا في الاستنزاف وفي حرب أكتوبر إحنا عبرنا يوم 3، ما عبرناش يوم 6. ليه؟ إحنا جهزنا كل حاجة للجيش بتاعنا من يوم 3. الجيش بتاعنا عبر يوم 6، لقى كل حاجة جاهزة، المظالم كنا عاملينه، الساتر اللي كانوا بيقولوا لا يقهر، قهرناهم وقهرنا الساتر بتاعهم وقهرنا خط بارليف. وصلنا لحد ممرات مثلة ديت، علشان برضك المستمع يعرف انها فين. دي راكبة فوق تل أبيب، جبل اسمه ممرات مثلة، فاحنا كنا في حضن الجبل ده. الطيران بتاعهم اشتغل علينا، المفروض قواتنا كانت تلحقنا بالاسلحة الثقيلة بقى، لان احنا كنا حاجات خفيفة استطلاع، وكنا بندي معلومات صح وكده، فاتقطع الارسال واتقطعت المعلومات بيننا وبين قواتنا، ودخلنا لحد ممرات مثلة ومفيش اي قوات لحقتنا. رجعنا تاني، اضطرينا ان احنا رجعنا، لان كنا يعني من دم ما فيش ولا اكل ولا مية ولا اي حاجة خالص، والطيران بتاعهم بدأ يشوف تحركاتنا واشتغل علينا، واستشهد ناس كتير مننا في ممرات مثل ديت. ولما رجعنا وصلنا الاسماعيلية في مبنى الارشاد، قابلنا الرئيس السادات الله يرحمه، وقال لنا في 4 دبابات في الدفرسوار. انت شاركت في كم عمليه بالظبط؟ انا اول عمليه شاركت فيها في الاستنزاف في 71 مع مجموعه، كنا احنا 7، وعبرنا قناه السويس بطريق قارب مطاط. ها وصلنا، كانت ساعه الفجر بالظبط، وصلنا على قناة السويس من جهة العدو، ورحنا وصلنا لاستطلاع للعدو، كان موجود بس كانوا نايمين، قتلناهم 13 واحد ورجعنا. والعدو سمى العملية ديت بإن السبت الحزين أو الأحد الأسود. الحمد لله. وأنا فخور إن أنا كنت شاركت مع زملائي في العملية ديت.